كان صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. مشيته صلى الله عليه وسلم مشية عظيمة، ذكرنا هذا في أول الشمائل، الأحاديث التي جاءت في صفة مشيه صلى الله عليه وسلم، ليس بعاجز ولا كسلان، يمشي بالهمة، يمشي بالقوة صلى الله عليه وسلم، ما يظهر الضعف، ما يظهر التعب حتى لو تعبان. نعم.